للحديث عن التطورات في غزة وإصرار الاحتلال على مواصلة حرب الإبادة، معنا من عمان عبر سكايب ربحي حلوم، رئيس لجنة العلاقات الدولية في المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج، وعبر الهاتف من أمستردام ماهر حجازي الكاتب والصحفي الفلسطيني. البداية معك أستاذ ماهر، كيف تقرأ تصريحات نقلتها نيويورك تايمز عن قادة عسكريين إسرائيليين بأن استعادة الرهائن وتدمير حماس أصبحا الآن هدفين غير متوافقين؟ إلى أي مدى يبدو هذا التصريح واقعيا بالرغم من حديث المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن هذه التصريحات لا تمثل موقف الجيش؟ بداية تحية لك مصطفى وللدكتور في حلومة للسادة المشاهدين. يعني حقيقة هذه التصريحات تعكس حقيقة ما يجري على داخل قطاع غزة من هذا العدوان، أنه لا طريق لاستعادة الأسرى الإسرائيليين داخل قطاع غزة من خلال القوى العسكرية، وأن التجربة أثبتت أنه خلال يعني العملية التي جرت أو صفقة تبادل الأسرى خلال 7 أيام هي السبيل الوحيد، وأنه رغم كل محاولات الاحتلال الإسرائيلي من خلال استخدام القوى العسكرية في تدمير البنى التحتية وقتل المدنيين تحت حجة استعادة الأسرى الإسرائيليين من داخل قطاع غزة، لم يتمكن الاحتلال الإسرائيلي من استعادة أحد إلا من خلال يعني من خلال صفقة تبادل، والعكس أن القوى العسكرية ساهمت في قتل العديد، يعني القصف الذي يستهدف قطاع غزة أيضا أدى إلى قتل العديد من الأسرى الإسرائيليين، وبالتالي حتى تصريحات الجيش الإسرائيلي والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي هي لا تنطبق مع الواقع الذي يقول أن القوى العسكرية أو الحملة البرية ضد قطاع غزة لم يستطع من خلال الاحتلال أن يفرج عن أسير إسرائيلي واحد. أستاذ ربحي، إلى أي مدى باعتقادكم يعيش الاحتلال الصهيوني وقادته أزمة فعلية؟ يعني كيف أثر الصراع السياسي على الجيش المنهك أصلاً؟ أستاذ مشاهديكم تفضل. تحية لكم ولمشاهديكم ولضيفكم الكريم الأخ ماهر حجازي، كل التحية. ما يجري هو القيادة الصهيونية تتخبط خبط عشواء كما يعني يظهر من كل تصرفاتهم، وبالتالي على امتداد 106 أيام منذ بداية العدوان الصهيوني ومنذ السابع من أكتوبر والانتصار الذي حققه إخوتنا في القطاع من حماس، وحتى اليوم الاحتلال يزعم منذ اليوم الأول، زعم أن نتنياهو أنه ماض في الحرب إلى أن يحقق الهدف أو الأهداف التي وضعها لنفسه، وذكر على رأس الأهداف القضاء أولا على حماس وأكد ذلك وكرر ذات الهدف بايدن كما تذكرون، الذي يعني تراجع مؤخرا وتغير الهدف لديه وأدرك أن هذا يعني أصبح في عالم المستحيلات القضاء على حماس، وبدأوا يتحدثون عن كل يوم عن هدف آخر. باستثناء نتنياهو يقول أن هدفه ينحصر في تأمين 3 خطوات. الخطوة الأولى يعني يزعم أنه الهدف الأول القضاء على حماس، والهدف الثاني إطلاق الرهائن، والهدف الثالث ضمان عدم تمكن المقاومة في غزة من تهديد الكيان الصهيوني. هذه 3 أهداف باتت يكررها كل لحظة وكل ساعة نتنياهو، ولم يستطع لا هو ولا جيشه ولا غطرسته ولا غطرسة كل قادة الكيان الصهيوني من تحقيق أي من هذه الأهداف، ولن يستطيعوا تحقيق أي منها. نعم، وجدنا أن 105 أيام مرت على هذه الحرب ولم يتحقق أي من هذه الأهداف. ابقى معي أستاذ ربحي من جديد. إليك أستاذ ماهر، ماذا يعني هذا الرفض المستمر لتطبيق الرؤية الأمريكية من نتنياهو، ولنضع بالاعتبار مخاوف إسرائيل من تآكل حلفائها؟ يعني من الواضح اليوم ونستطيع القول بكل تأكيد أنه بنيامين نتنياهو اليوم هو الوحيد المعني بإطالة أمد هذا العدوان على شعبنا داخل قطاع غزة، لأنه
نهاية هذا العدوان هو نهاية بنيامين نتنياهو ومستقبله السياسي، لأن السؤال اليوم ماذا حقق بنيامين نتنياهو خلال قيادته لهذا الكيان الإسرائيلي؟ في 7 أكتوبر كانت أكبر خسارة للاحتلال الإسرائيلي منذ حرب عام 1948 ونكبة الشعب الفلسطيني، أكبر خسارة سياسية وأمنية لهذا الاحتلال الإسرائيلي. أيضا في عهد نتنياهو اليوم يعني نتحدث عن خلاف واضح بين إدارة بايدن، مع الرغم أن إدارة بايدن لا تزال داعم سياسي وعسكري لهذا الاحتلال الإسرائيلي، نتحدث اليوم عن خلاف بين الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي. ربما هذا الخلاف يعني ربما يكون الأول بهذا الشكل، بين الخلاف السياسي بين إدارة بايدن إدارة الولايات المتحدة الأمريكية وبين الاحتلال الإسرائيلي. أيضا اليوم نتحدث عن خسائر اقتصادية كبيرة داخل الكيان الإسرائيلي نتيجة هذا العدوان الذي يشنه بنيامين نتنياهو، ويصر بنيامين نتنياهو على عدم الاستماع لحتى المطالب داخل الكيان الإسرائيلي، المظاهرات أمام منزل نتنياهو، وأيضا الدعوات من الأحزاب وال يعني السياسيين داخل الكيان الاحتلال الإسرائيلي لبنيامين نتنياهو إسقاط هذه الحكومة. وبالتالي نتحدث عن وضع سياسي وأمني وعسكري متدهور يعيشه الكيان الإسرائيلي، وخاصة باليمين نتنياهو فهو الوحيد المعني بإمادة هذا بإمادة هذا الصراع وهذا العدوان على شعبنا داخل قطاع غزة. أستاذ ربحي، هذه الاغتيالات التي شهدتها كل من دمشق ولبنان في الساعات القليلة الماضية، واستهدفت طبعا قادة بالحرس الثوري من الصف الأول، إلى أي مدى تشير إلى أن الاحتلال بدأ يفكر ماليا بإنهاء حربه على غزة والعمل على تنظيف جوارها بعد فشله بتدمير حماس التي خاضت الحرب منفردة دفاعا عن قضيتها، بعكس إيران التي سعت لاستغلال حماس كما يرى كثير؟ أخي، الاحتلال بدأ يتخبط كما قلت وكما قال ضيفكم الكريم أخي ماهر، والآن أصبحوا يبحثون عن أهداف أخرى، وانتقلت أهدافهم من القضاء على حماس الذي باتوا يدركون أنه أصبح ليس مستحيلا فحسب، بل أصبح يعني في عالم المعجزات غير القابلة للتطبيق، وأدركوا تلك الحقيقة. ولذلك تحولوا في 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 يعني نقطة انحراف أخرى إلى هدف آخر باتجاه الشمال، وهم يدركون أن الخاصرة الضعيفة، أو يظنون أن الشمال تشكل خاصرة ضعيفة بالنسبة لهم، ولا يدركون أنها بالعكس من ذلك. يعني إذا فتحوا عليهم معركة في الشمال يظنون أنهم قادرون على تحقيق نصر في هذه الخاصرة الضعيفة، ظنا منهم أن لبنان أضعف من أن تواجههم، وظنا منهم أن سوريا أيضا يعني تقع ضمن هذه الخاصرة الضعيفة، لكن الواقع غير ذلك. هناك قوى مقاومة في لبنان وفي سوريا وفي حيثما يعني لا يتوقعون، هناك قوى ومقاومة بانتظار أن تصفع يعني تلقي صفعة على جباههم من حيث لا يعني لا يتوقعون. وبالتالي هذا التخبط الأعمى نتج عنه خلافات بينهم، هناك خلافات بدأت تستسري بين جالنت ونتنياهو وبين جانس وجالنت وإلى آخره. الخلافات الآن كلهم بدأ يبحث عن الطريق التي تمده ببعض من ماء الوجه. أستاذ ماهر، في ظل هذا التخبط لحكومة الاحتلال، بحسب تقديراتكم ماذا تبقى من عمر في هذه الحكومة؟ هل بقي في عمرها زمن؟ يعني بكل تأكيد اليوم ما يعلن عنه من خلال المصادر الإسرائيلية عن خلافات بين حكومة الحرب حكومة نتنياهو، بين جالانت ونتنياهو وغانتس، وأيضا بين المعارضة الإسرائيلية. فبالتالي نحن نتحدث اليوم وهناك مصادر إسرائيلية تقول ربما يعني هناك دعوات لبنيامين نتنياهو للاستقالة، وأن بنيامين نتنياهو يتحمل مسؤولية الفشل الذي حدث في 7 أكتوبر، وأيضا مسؤولية الفشل في عدم تحقيق أي إنجاز عسكري
من هذه الحرب. أيضا الفشل في موضوع إعادة الأسرى من داخل قطاع غزة، والمظاهرات التي تخرج داخل المجتمع الإسرائيلي التي تطالب بنيامين نتنياهو بالاستقالة من الحكومة، وبالتالي نحن نستطيع في أي لحظة ربما يتم الإعلان عن إسقاط هذه الحكومة. خاصة أيضا يلعب دور في هذا هو يعني اضطراب العلاقة أو توترات العلاقة بين إدارة بايدن وحكومة بنيامين نتنياهو، عندما يعلن نتنياهو موقفه بشكل واضح مما يعرف في موقف حل الدولتين الدولة الفلسطينية. نعم وبالتالي اليوم أيضا هناك ضغوط على إدارة بايدن ليعلن بايدن بشكل مباشر موقفه بتخليه عن دعم بنيامين نتنياهو، عن تخليه عن الدعم السياسي والعسكري. وبالتالي هذا الموقف ايضا الامريكي، حتى يعني الداعمين للاحتلال الاسرائيلي في الكونغرس الامريكي عندما بداوا يستشعرون الخطر بان بنيامين نتنياهو اصبح كرت محروق لا يستطيعون التعويل على حكومه بنيامين نتنياهو نعم وعلى نتنياهو بشكل شخصي، وبالتالي نحن نستطيع القول ان ربما تسقط هذه الحكومه ضمن هذه العوامل في اي لحظه من اللحظات، وبالتالي ربما ايضا سقوط هذه الحكومه بكل تاكيد سيؤدي الى وقف هذا العدوان عن نعم شعبنا داخل قطاع غزه. من المعروف أستاذ ربحي أن الانتقال من مرحلة إلى غيرها يتطلب يعني الانتهاء من المرحلة التي قبلها ومن ثم الذهاب إلى مرحلة تالية، يعني إلى أي مدى ترى أن الاحتلال الصهيوني فشل بالانتقال إلى المرحلة الرابعة من عملياته، خاصة وأنه تحدث عن أنه قضى على المقاومة في شمال غزة، وها نحن نرى أن المعارك عادت بقوة إلى مناطق شمال غزة وهناك ضربات قاسية توجهها بالفعل المقاومة لقوات الاحتلال. الاحتلال أخي منذ البداية يعني وضع خطط تكتيكية وهدف استراتيجي، الخطط التكتيكية التي يعني وضعها لنفسه محاولة السيطرة على قطاع غزة ثم الانتقال بعد ذلك إلى البقاء في قطاع غزة ثم الانتقال إلى القضاء على حماس إلى آخر، وضع خطط استراتيجية. أما الخطط التكتيكية لم يستطع حتى اللحظة، زعم أنه في البداية سيطر على الجزء الشمالي من قطاع غزة ولم يلبث بعد أقل من بضع ساعات على هذا الإعلان الذي أعلنه أنه غير مسيطر حتى بنسبة 6% على الجزء الشمالي من قطاع غزة، وبدأت الضربات تصفعه من الشمال قبل الجنوب وقبل الوسط، ثم وها هو الآن يعيد ذات التخبط ويعلن تارة أنه انتقل إلى المرحلة الرابعة، بينما هو المرحلة الأولى لم يستطع تنفيذها ويريد أن يقفز للمرحلة الرابعة جزافا دون أن يحقق أي من المراحل الثلاث التي وضعها لنفسه حتى هذه اللحظة، رغم مضي 105 أيام على بداية الحرب التي أعلنها. من أمستردام كنت معنا عبر الهاتف الكاتب والصحفي الفلسطيني ماهر حجازي، شكرا جزيلا لك. كما أشكرك أيضا الأستاذ ربحي حلوم ضيفي عبر سكايب من عمان، وأنت رئيس لجنة العلاقات الدولية في المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج، أيضا شكرا جزيلا لك.